انطلاقا من الدور المهم لمؤسسات التعليم العالي في البحث وتفعيل مشاركة الصروح العلمية، افتتح الملتقى الثاني لباحث المستقبل بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى. البحث المستقبل بدأ بفكرة في جامعة حائل، ثم بعد ذلك توسعت بناء على توجيه معالي الوزير عن طريق مركز المبادرة النوعية، توسع وأصبح في 8 جامعات و8 إدارات تعليم. اليوم الحمد لله احنا نتوسع في 15 جامعة و17 إدارة تعليم. العام القادم بإذن الله تعالى احنا نعد الزملاء أنه يكون على كل الجامعات وكل إدارات التعليم بإذن الله تعالى. بالنسبة لباحث المستقبل، حنا نرى فيه بأنه هو إحدى الركائز الأساسية التي ستعتمد عليها المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة، ورؤيتها تدعم هذا الشيء. طلابنا يحتاجون إلى المزيد من الاهتمام، إلى المزيد من العناية في مجال البحث. لدينا طاقات كبيرة جدا، وهذا حقيقة ما أثبته باحث المستقبل خلال السنة الأولى. بنسبة كبيرة جدا من الطلاب والجامعات أيضا تفاعلت السنة هذه، أضيف عدد كبير من الجامعات لم نكن نتوقع في مرحلة التوسع الثانية، ولكن رغبة الجامعات في المشاركة في هذا المجال وإدارات التعليم واهتمامهم أكبر دليل على ذلك. التعاون والشراكة بين الإدارات التعليمية والمدارس والجامعات ينعكس إيجابياً على قدرات ومواهب هؤلاء الطلاب. لدينا مسار آخر وهو باحث الصغير، يختص فقط في المرحلة الابتدائية، وهو يمكن مطبق في مكة منذ سنوات. ننمي لدى طالب المرحلة الابتدائية القدرة على البحث العلمي والتعلم، بالإضافة إلى تجهيزه ليكون باحث المستقبل في نفس الوقت. وشارك حقيقة تقريبا 80 مدرسة في هذه المسابقة العلمية، وشارك فيها 300 طالب، وقدموا أبحاث متنوعة في شتى المجالات وبالذات في الجانب العلمي، مما يعطينا انطباع عن مدى وقدرة وإمكانيات أبناءنا أبناء المملكة العربية السعودية، ولهذا هم حققون الآن المراكز المتقدمة نتيجة إيجابية لمثل هذه المبادرات باحث المستقبل. يهدف مشروع باحث المستقبل إلى إعداد طلاب يمتلكون المعرفة حول البحوث العلمية وتطوير مهاراتهم البحثية كي يصلون إلى النتائج بأنفسهم. بدأت مشاركتي مع جامعة جيزان بتعاون مع إدارة تعليم منطقة جيزان في من خلال ورشات تدريبية، 3 ورشات علمية و11 محاضرة مع باحثين، مع نخبة من الباحثين من الجامعة، وساعدونا كثير على مهارات البحث العلمي وتنمية الطالب على كيفية البحث والاعتماد على نفسه في أنه يبحث المراجع ويجيب البيانات ويسوي تحليل بيانات وإحصاء. رايح مع الوالد في أحد المستشفيات في محافظة مجمعة، فكنا نسوي تحليل، فكان اللي هو اللي يسوي التحليل كان يمسك الجوال وهو يسوي التحليل بنفس القفاز يعني. فسألت الوالد، قلت يعني ما تنقل البكتيريا، ينقل الأشياء عبر الجوال؟ قال لي ابحث في الموضوع وشف. فبحثت وما لقيت نتائج دقيقة، فأتت هذه اللي هي بحث المستقبل، مبادرة بحث المستقبل، فانضميت لها وبحثنا في الموضوع بشكل أكبر. كنا بحثنا نتكلم عن مخاطر انتقال البكتيريا بالجوالات، ولها مضار كثيرة، ومن أقل مضارها أن فيها تنشر بكتيريا قد تكون فيها إصابات خطيرة، ومنها بكتيريا تسبب الصمم للأطفال أيضا. وأيضا هناك بكتيريا مقاومة أغلب المضادات الحيوية للأمراض الجلدية، وهذا قد يؤثر سلبا على حياة البشرية مستقبلا. علماء، نعم هم علماء المستقبل، فالوطن يفخر بمثل هؤلاء الطلاب الذين يمتلكون مهارات البحث العلمي في مراحل عمرية مبكرة. لقناة عين، خالد بن عبد العزيز، الرياض.